احنا مزوقين في الله وفيك. اش الملك اش الملك 52000. الى الراي العام المغربي، نستنكر تصرفات وزاره الداخليه التي تنادينا باننا احتلينا اراضي بدون غير حق قانون. نحن لسنا محتلين، نحن اصحاب حق، نحن ذوي الحقوق، كلنا ذوي الحقوق، كلنا مواطنون، كلنا ذوي الحقوق، كلنا مواطنون. نستنكر التصرفات التي تعاملنا بها وزارة الداخلية بعد أن أنشأنا على أراضي الجموع التي اشترينا حق الاستغلال مشاريع ضخمة وهي تزكي وتشجع على الاستثمار، فإذا بها ترفع بين دعاوى قضائية ضدنا. نحن لسنا إقطاعيين، نحن الرأي العام خصو يعرف بأننا شرينا هذه الأراضي، شرينا حق الاستغلال وقمنا على ظهرها مشاريع ضخمة في سنوات عديدة، وكانت تزكي هذا الشيء وزارة الداخلية، والآن تترفع دعاوى قضائية ضدنا وتنادينا بالمحتلين. احنا ماشي محتلين، احنا مواطنين مغاربة أحرار، الله الوطن المليك، شعارنا واحد لا نغيره، الله الوطن المليك. السلام عليكم. هاد المافيا ديال العقار وهاد وزارة الداخلية اللي كتقول لك حنا محتلين، حنا شرينا بالعقود ديالنا، ووزارة الداخلية هي اللي جريزت لنا العقود، وهي اللي عطاتنا الرخص ديال البناء، وعطاتنا بزاف ديال المسائل، ويعني وعطاتنا الضوء، وعطاتنا الماء، وعطاتنا الحفر والبيار واي شيء. واليوم كتجي كتقول لك انت محتل، الناس بنات ديور، الناس دارت مشاريع بجوج المليار ثلاثه، كتقول لك محتل. يفسروا لنا هاد محتل كي دايره، كتقالي زي البارح كونترا واليوم كتقول لي محتل، وكتعطيني شهاده اداريه واليوم كتقول لي محتل، كتعطيني بلان واليوم كتقول لي محتل. يلا كيفاش كتجي وزارة الداخلية تفسر ماتشي؟ زيادة على ذلك أن صاحب الجلالة نصره الله قال لهم ملكوا هاد الأراضي للناس، قال لهم ملكوا الناس اللي شاري ولا مسمى، ملكوا العباد الله. هما جاوا بالعكس، طلبوا منا وثائق باش يعرفوا شكون الناس اللي شاريين، وجاوا كاين اسبوعين كيدوا لنا الاراضي ديالنا بحكم اننا مستولين عليها، وحنا بالعقود ديالنا بالبلانات ديالنا كل واحد شنو عاطين من عند الدوله. وكيقول لك وحنا كندوزوك المحاكمه، راه المحكمه اللي كتحكم عليك. الى محكمه، الى محكمه، واش المحكمه اللي كتجيب الاوامر؟ المحكمه لو كانت محكمه عادله، ملي نوقف انا قدامها بالكونترا ديالي، ونوقف قدامها بالبلان ديالي، بالمسائل ديالي، تقول لك كيفاش هذا كيقول لك انت مستولي، وهذا السيد عنده وثائق، وديك الدوله هي اللي عطاتو هاد الوثائق، ديك اللي داعيه، وهكاك وكتحكم عليك بالضرب. واش هذه محكمه؟ كيكذبوا على العالم، راه عندنا محاكم، راه اللي وقع له شي حاجه اللي اعتقلناه راه كيدوز المحكمة. إلا برأته المحكمة الله يهنيه، ولكن المحكمة راه ما غتبرأكش، ما عمرش شي واحد قدماته الدولة وبرأته المحكمة. عمري باش، وهي الدليل على ذلك أن الدولة كتجي كتدي لك الأرض ديالك، والمحكمة كتحكم عليك بالطرد. إذا هاد المحكمة تابعة لهاد الوزير الداخلية، تابعة لهاد الحكومة، كتمشي بالأوامر ديالها. مازال ما كاينش استقلال القضاء، مازال القضاة كيخافوا من الوزراء، مازال القضاة كيخافوا على بلايصهم، كيخافوا يحكموا باش ما يطيروهم. مازال القضاة كيخافوا، مازال القضاة كيخافوا انهم يوقع لهم بحال الهيلي الا حكموا شي ملف بالحق، يطردوا ويتوقفوا، ويوقع لهم بحال قندير الا حكموا شي ملف بالحق او هضروا بالحق غادي يتوقفوا. لهذا كيحكموا ضد الشعب. ولهذا نطالب وزارة الداخلية اللي كان نصابة، ماشي الوزارة هذه وزارة النصب والاحتيال، نطالبها بتوقيف الدعاوى ضد هاد الناس اللي داوي الحقوق ولا اللي شاريين ولا اللي مستثمرين، كيف ما كان النوع ديالهم، لان شرينا بفلوسنا، خدمنا فيها، عرقينا فيها، وتجي الداخليه كتزولها لنا وكتباهى بنفسها امام العالم، تقول لك المغرب فيه الحقوق، المغرب ما فيه حتى شي حقوق، ما بقاش شي حقوق عند المغرب. نطالب وزاره الداخليه بالوقف الفوري للدعاوى القضائيه الموجهه ضد اخواننا المستثمرين، ونطالبها بالبحث عن حل جذري وليس ترقيعي لهذا الملف الشائك، اللي تنشوفوا بان ولاد الطيب فيها الاير بليس كات واحد المجموعه ديال الهكتارات، وتا هي اراضي سلاليه،
وتسوات لها المسائر. سير دابا ولاد الطيب التجاره اللي كاينه في ولاد الطيب ما كاينه في حتى شي موضع. فالناس شرات الاراضي باثمنه باهظه وعندها العقارات دابا مسدودين واقفين. ولاد الطيب راه دابا فيها التجاره، لان ولاد الطيب راه بحالها بحال جميع المناطق الاخرى. الا غيكون شي حل غيكون في جميع الاراضي وبهذا. راه عطاو للناس اراضي هكتارات 5000 و7000 هكتار في اتجاه الراشديه، وتيعطيوهم الاعانات، وبالاعانات تيقبطوا الارض شبه مجانا. الناس راه داروا تما البيستات ديال الطياره وعطاوهم الالاف ديال الهكتارات، وحنا عندنا هكتار وجوج ومستمرين فيها استثمار، ماشي خليناها هكذاك، ومخدمين معنا مجموعه ديال الناس وتنساهموا في التنميه ديال البلاد وديال هاد الجهه ديال فاس اللي قتلوها. هاد الجهه ديال فاس ما عرفت شنو بغاو منها. الا باغيين يقتلوا هاد فاس راهم وصلوا لذاك الشيء اللي بغاو، راهم قتلوها. ما تيجيبوا لها لا معامل لا استثمارات، حتى شي حاجه ما حضات بها هاد مدينه فاس. مدينه فاس اللي عندها تاريخ، مدينه فاس اللي عندها تاريخ، مدينه 12 القرن اللي قتلوها، راهم وصلوا لذاك الشيء اللي بغاو. قتلوا مدينه فاس، راهم باغيين يكملوا عليها. دابا راهم تيضربوا الحدود ديالها، راهم تيضربوا دابا الجناب ديال فاس، عين الشقف، سيدي خيار، عين الشقاق، صفرو، وهما غاديين، وزيد والحاجب و و و و، راهم غاديين تيقتلوا فاس. مدن اللي ما عندهاش تاريخ ولا عندها تاريخ، مدينه فاس اللي عندها 12 قرن راهم حطبوها، راهم هلكوها. شكوى الله، شكوى الله، شكوى الله. والسلام عليكم. السلام عليكم الشعب المغربي. كنناشدوا الشعب المغربي والحكومه المغربيه والبرنامج المغربي اللي تيمثل الشعب المغربي وراه تيمثل الشعب المغربي. وكنشكر واحد البرنامج راه هذه يومين قال الحقيقه، وحنا جلاله الملك في القباد البرنامج قال لهم على هذه الارض السلاليه، قال لهم هذه الارض السلاليه خصكم تسلموها الناس. انتم تديوها شركات اللوبيات العقار، تديو الارض ديال الناس، سلموا لهم الفلوس ديالهم، سولوا لهم الوضعيه ديالهم. هذا يدير الشركه، هذا يدخل يدخلوا له الضوء، هذا يدخلوا له الماء، هذا حرام. هذه الارض ديال عين الشقف كلها عاطين على البلانات، حنا في منطقه وحده ودائره وحده. انا غنطلبوا السيد العامل، راه راجل مزيان، العام ديال العمالات ملاقب، راه دار التحقيق ديالو. كنشكروا السيد الوالي تا هو خصو يوقف معنا، حنا ناس مستمرين وتنحبوا هذا الوطن وتنبغيو هذا الوطن وتنبغيو الملك ديالنا ونبغيو الوطن ديالنا. وهاد 7000 هكتار كاينه هنا في فاس، نسلموها الناس، نسلموها لجلالة الملك، يسلمها الناس المستثمرين، يسلمها ماشي يسلمها النصابة اللوبيات العقار. تيبني يبيعوا الدار ب 20 مليون 21 مليون 25 مليون تيديروا لها 8 مليون. اللهم هذا منكار. حنا وزارة الداخلية، السيد وزير الداخلية حطوا جلالة الملك في الكرسي ديالو وتيمثل جلالة الملك سوق معنا. حنا اللي باغيين نخدموا هاد البلاد ماشي خوانا، ما تنهربوش الفلوس ديالنا، ما تنبغيوش الوطن ديالنا شي حاجة يا الدرو. حنا تنطلبوا الحق ديالنا، ناس مستمرين. اي واحد اي انسان واقف هنا مخدم 10 ديال الناس، وحنايا دابا ديونا ديالنا علاش من الحق؟ اش من حق داز للجنة قالت صوراتنا، صورات الارض عاريه. حنا عندنا السكن وعندنا الكواله وعندنا الديبويات البوطه، وهذه 20 عام 25 عام تنتكرفصوا على البلاد ديالنا وساهمنا في البيئه وضربنا ثمر على هذه البلاد وتكرفسنا. وجدودنا اللي دافعوا على هذا الوطن، ولاد هذه المغاربه هذوما اللي دافعوا على هذا الوطن، وحنا ندافعوا على الحدود المغربيه وندافعوا على البلاد ديالنا. وحنا ضد اللوبيات ديال العقار، حنا نموتوا على هذا الوطن ديالنا على الحدود المغربيه، ونموتوا على البلاد ديالنا حتى هي. اجيو قتلونا. وهذه المحكمه اللي تنشكروا الناس الشرفاء ديال المحكمه، وتنطلبوا جلاله الوكيل جلاله الملك والسيد رئيس المحكمه ديال محكمه ستينا والمحكمه ديال الابتدائيه يجي يتنقل على المكان ويشوف هاد اللوبيات شنو داروا لنا. حنا عندنا الديبويات، كاين عنده شركه، كاين اللي مساكن الاقتصاد، كاين اللي داير ديبو الطبيه. ايوا حنا تنخدموا هذا الوطن، ما هربناش الفلوس ديالنا. بحالكم الخوانا، اسقط اسقط الطاغيات، الله يهلككم. كي هاكينا الله يهلككم. حنا تنحتاروا جميع الموظفين الشرفاء، تنحتارموا جميع المسؤولين اللي عندهم ضمير. وجلاله الملك حلفكم وتبرى منكم، وعلاش تتقاو علينا؟ والله ما هذا منكر. وحقرتونا، طغيتوا علينا، اللوبيات العقار، اللوبيات العقار.
حنا الشعار ديالنا الله الوطن الملك. عاش الملك. وكنبغي نقول بان اليوم الدوله كتنهي السياسه التعريه وليس التنميه، باش يعرفها صاحب الجلاله، راه كتنهي السياسه ديال التعريه وليس التنميه، لان كاين اللي شرا هذه القطعه ديال الارض خدم 30 عام هو كيجمع واش باش شرا ديك القطعه ديال الارض، وبين عشيه وضح هذاك هو كاع التوفير ديال 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 حياته كلها، بين عشيه وضحها وزاره الداخليه غتديها له وتخليه كيسعى. فين هي التنميه اللي كتكذبوا بها على الملك؟ فين هي التنميه؟ والبارح انا كنشوف في البرلمان الوزير الداودي شنو قال على المقاطعه ديال سونترا، قال لهم خص الناس يشوفوا 6000 ديال 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 المستخدمين غادي يخرجوا للشارع، وما شافش حنايا 140000 واحد غيمشيو للشارع، هذه ما شافهاش، ما شافهاش الداودي، ما شافهاش العثماني، ما شافهاش الخلفي، ما شافوهاش هذه، ان 6000 ديال الموظفين ديال 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 المستخدمين ديال شركه سونترا، علاش الناس قاطعوا على الغلا على واحد الحق ماشي تاع على الظلم، راهم غادي يمشيو للزنقه ولا غادي تسد ديك الشركه ولا شي بحالها، غنصبحوا في مشكله، ناس غيصبحوا عاطلين وغادي يبقاو ولادهم غيتشردوا، حنا ما غنتشردوش، حنا 140000 ما غنتشردوش، اللي ما كنقول لكم عطونا لا خدمه لا والو، غير رزقنا، رزقنا اللي خدمنا فيه 40 و30 سنه و20 سنه، ما غنتشردوش السي الداودي، ما غنتشردوش السي العثماني، السي الفتيت، ما غنتشردوش حنا 140000 او 150000 واحد، هي القليله غتزولها رزقها وتخليوها كتسعى، راه كاين ناس اللي لايحه ملاير، هذا ماشي تشرد عندكم، تشرد عندكم غير الشركه ديالكم انتوما، لان خصكم لان كتديو مع حقكم، عندكم الاسهم في سونترال، عندكم الاسهم في سونترال وفي سيدي علي وافريقيا، هذوك لا غادي تشردوا، خافتوا على راسكم، على راسكم ماشي، وحنا لا حنا ماشي مواطنين، حنا يهود، وقيل حنا يهود، وعاش الملك، عاش الملك، وحنا وحنا حنا راه ما بقيناش كنتيقوا حتى في شي مسؤول وحتى في شي حزب، الاحزاب كلها بحال بحال، بقى عندنا الله وصاحب الجلاله، كنطلبوا التدخل ديال صاحب الجلاله هو اللي غيقدر يحمينا من هذه المافيا، من غيره راه ما كاينش، كنطلبوا صاحب الجلاله باش يحمينا من هذه المافيا ديال العقار، من هذه الحكومات اللي جايه غير باش تقمع الشعب، جايه غير باش تنور شي ثوره في البلاد، هذا هو الهدف ديالها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، باسم جميع الجمعيات ديال المستثمرين ديال الناس العين الشقف وديال النواحي ديال المغرب كامل، هاد الناس اللي بالصفات الداخليه راسها في حقوق ديال الاراضي العرشيه، ما عمرها ما هضرت، جات وهضرت مع هاد الناس، جات صيفطت التوبوغراف بقى كيدخل كيقول للناس انا غير كنصوب الاراضي كنقيس الاراضي، ولكن بلا ما حتى واحد ما عرف علاش ولا كيفاش، يعني نصبوا على الناس حتى في انهم باش يقولوا لهم راه حنا كنصوبوا هادشي باش نسجلوه ونحفظوه، وكتصيفط للناس ما غير مقدم اللي كيعطي اسماء الناس، ما عارفينش حتى شكون هو بصح اللي مستغل داك الاراضي، والنهار اللي جا الملك كيدشر في طريق ديال عين الشقف فاس الجديد قال لهم ارضيوا الناس ارضيوا الشعب، ما قال لهمش حيدوهم لهم وعطوهم، ودابا الداخليه كتضرب عصفورين بحجره واحده، الا دعات المستثمر ما عندهاش الحق تدعي مول الارض، والا خرجت المستثمر راه خرجت مول الارض، حنا ماشي مشكل عوضوا مول الارض ولا عوضوا المستثمر، حنا ما عندناش مشكل، ولكن باش يبقاو يجيو ويصيفطوا من عندهم للناس في اسامي كاين اللي ما كاينش تكعرف في الارض وصيفطوا له الدعوه، ما عرفتش انا المقدم هو اللي مصب راسو كيمشي يد ديال الداخليه وكيقول لهم ها اللي مستغل ولا اللي مستغل، وحنا راه كاين اللي مستغل وكاين اللي ما مستغلش هذه الارض، واللي كنا استغليناها كنصلحوها كنصوبوا فيها الشجر كنصوبوا فيها البيال استغليناها دابا هي مازال الارض مستغلانا في الفلاحه، مازال الارض مستغلانا حيت فلوسنا كتمشي في ذاك الارض، حنا مازال ما كنربحوا حتى شي حاجه مور ذاك الارض، وهاد الداخليه لا دارت هاد الشيء ماشي دايره دعوه، حنا ما عندناش الحق نهضروا، عندنا الحق غير نجاوبوا في المحكمه، يهبطوا عندنا شي واحد من الداخليه ويسولنا، يهبطوا عندنا من الداخليه يصيفطوا لنا من دبي من الداخليه، والجمعيات كاينين ورؤساء الجمعيات كاينين يهضروا معاهم، ما يهضروش مع اي واحد، يهضروا مع رؤساء الجمعيه وشكرا.